اه تمام، احنا معانا اتصال تليفوني، لان طبعا اتصالات كتير معانا. الدكتور اهلا سمير عنتر بقى اكيد اتصالات كتير معانا. تفضل. اتصال، الو الو، الو، اهلا مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، اتفضلي. تفضلي يا حبيبتي، دكتور سمير معاكي، طبعا معاكي يا ماما، اتفضل. ايه اتفضلي. دكتور سمير، عامل اهلا بيكي، حضرتك؟ اهلا بيكي. لو سمحت دكتور، مطلوب مني اعمل اشعه قنين مغناطيسي بالشبرا. مطلوب مني اعمل اشعه قنين مغناطيسي بالشبرا، ايوه فعملت لطائف كده هي نورمال، بس اليوريك اسيد عالي شويه، 5.4، ايوه والرنج بتاع المعمل اخره 6. فهذه، وفي سؤال ثاني دكتور لو سمحت، يعني في ايوه اي ادويه او اي حاجه اخدها قبل ما اعمل العمليه او بعد كده عشان اخفف ضغط الصبع عن كده؟ حاضر. حاجة تاني؟ رقم التليفون حضرتك لو سمحت يا دكتور؟ الرقم التليفون في الكنترول، في عليك الكنترول يا القاضي ماما. في الكنترول يدوه لحضرتك رقم دكتور سمير عنتر. حاضر ليكي. شكرا ليكي والف سلامه عليكي. سؤال برضو هام جدا اه جدا جدا جدا. تمام. طب انت بتعدي على صوابعك ليه؟ انت في ايه بالظبط؟ لا ده موضوع مهم اه بقى. لان انا ليا يعني تاريخ درامي مع موضوع الصبغة للكليتين. اتعملت لقريب ليا وكانت كده تعبانه، فاستاذنا وزميلنا الجميل اللي عمل الصبغه عشان يطمن على الكليتين طير الكليتين، يا الله ودخلنا الاثنين. ودخلنا في غسيل كلوي، ثم سافرنا بره مصر عشان نغير الشرايين بتاعت الكلى، وكان موضوع درامي جدا 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 جدا. طبعا. ده كله من ان هو السؤال اللي بتسأله بنتنا بعض الأطباء بتوع الأشعة، مع الأسف الشديد الزملاء الأعزاء بيتجاوزوه بنوع من يعني الاستهتار، يعني نتيجة الاستهتار يا دكتور. مش قادر أتكلم طيب يعني. احنا عايزين يعني نساعدها، هي طبعا نساعدها، حضرتك تنصحها هي بإيه علشان نتجنب بقى الأخطاء اللي ممكن تنتج دي من الصورة الدرامية اللي الأخبار أنا اللي عشتها، لكن هو الوضع بتاع بنتنا غير كده خالص. اي حد عايز يعمل اشعه على صبغة على بالصبغه الكلى. على اي مكان في جسمه، يبقى لازم الاول يطمن على الكليتين بالاساس. زي ما قلنا ان الصبغه دي زي اي دواء بتخش الجسم تعمل الدور المطلوب منها، وبعد كده بتخرج من الجسم زي ميه الحموم، انت بتغسل لو بتخش على الصرف الصحي. فهنا الصبغه دي لازم يكون المخرج بتاعها سالك من الاول، سالك جدا. المخرج ده اللي هو الكليتين، مش هتخرج غير عن طريق الكليتين. ده طبعا بتبقى ماده تقيله، فعايزه كليه تكون مصحصحه. تمام. الكليه المصحصحه اللي هو الكرياتينين كويس، تحليل البول كويس، والسونار بتاع الكليتين طبيعي، وفي نفس الوقت ما يبقاش في عندي مشاكل في تحاليل الكلى. التحليل الاملاح بتاع بنتنا لقيت ان هو مرتفع شويه، وصل 4.5 او 5 او 5 وشويه، او ماما كاتب لها 5 هو الحد الاقصى، زي ما اتفقنا ان الحد الاقصى مش 5 اللي بتكتبه المعامل، لا ده اعلى من كده بكتير. تمام. وبالتالي هي تعمل الصبغه بتاعتها في امان الله، طالما انه ما فيش عندها حاجه في المشاكل الكلى قبل كده من ناحيه وظائف الكلى مظبوطه، تمام. الاملاح اللي هي عندها لا تحتاج ليها اي شيء. هي تعمل ايه قبل الابا؟ تشتغل في الصبغه وتروح تعمل الصبغه الاسبوع اللي قبل الصبغه مثلا، او من اول دلوقتي تشرب ميه كتير يوميا، بحيث انها مثلا تشرب لها في اليوم 2 3 لتر ميه. تمام. هتقولي بخش الحمام كتير، الحمام ما مش حد مشكلة، نجيب مش لك حمام مشكلة، لوحدك. المهم ان انت تمام. الصبغة دي تطلع من جسمك على طول، ما يبقاش في فانا مشاكل لما او اخد حاجة اشرب تزيد ميه كتير دلوقتي قبل ما اروح الصبغة. اعمل الصبغه، هخلي الكلى بتاعتي انشط ونظيفه، زي اللي عنده فلتر بيغسله، زي اللي عنده بدله رايح يتصور بيها في قناه صحتي، فبيغسلها كده اكيد وينضبها ويكويها عشان ما طبعا تبقاش فيها بقع. طبعا. تمام. فاذا هنا انا بجهز نفسي. يعني بعمل بريبير او بريبريشن للاشعه بالصبغه دي، ان انا اشرب ميه كتير جدا عشان الفلتر بتاعي يشتغل، يشتغل يتنقى من السموم كلها مش الموجوده اي فيه، كانت حاجات قبل مفيش كده حاجه ادويه، ناقصه. اي حاجه املاح ركنه، اي حاجه ما شفتهاش في الاشعه، اي عفاريت موجوده، اي كان حد طبعا تعمل اشعه عند حد متخصص هو ومركز اشعات. اشعه متخصص، طبعا مش ما اي هتعمل في كل، مراكز، لا ما هو يعني كل حاجه مركز فيها برضه تخصص طبعا، لا كل حاجه فيها تخصص. اكيد. فهتعمل اشعه، تحاول تبتدي تجهز الكليه بتاعتها، تسخن في الملعب بشرب الميه يوميا يوميا، هتخش الكليه بتاعتها الصبغه انضف مني. يدوها صبغه، يدوها كذا، كل ده هتطلع من الكلى عادي، مفيش مشاكل عندي بنتنا.